السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هشرح الـ Proximity Sensor أو الـ Proximity Switch، يعني هما نفس الاسمين واحد. حاسات التقربية بالعربي، أول حاجة الحاسات التقربية كشكل واحد، يعني هما في نوعين منهم سواء Inductive أو Capacitive، بس هو كشكل بيكون شكل في السوق يعني واحد، بس بتفرق طبعا انت اذا كان اندكتيف ولا كاباستيف في الحاجه اللي هو هيعمل سنس ليها او هيحسها في الدايره بتاعتك. فهو او وبيكون عباره عن 3 اطراف، طرفين منهم بيكون ده الدخل بتاع او اللي هو هيشغل الدايره الكهربيه بتاعه السنسور، والطرف التالت ده اللي بتاخد عليه القراية بتاعتك. ده نوع. في نوع تاني بيكون 4 أطراف. طيب الحاسات التقربية in general في نوعين زي ما قلت، inductive proximity sensor و capacitive proximity sensor. inductive proximity sensor من الاسم كده ده هو معتمد على دوائر الحص المغناطيسي inductive، يعني بيعتمد في الحاجة اللي هيقيسها على البيرميابيليتي بتاعة المادة بتاعتك اللي هي الميو. طيب الكاباستيف بروكسيميتي سنسور برضو من الاسم اللي هو كاباستيف، فده معتمد في نظرية عمله وتشغيله على مش على الالكتريك فيلد، مش يعني الاندكتيف معتمد على الماجنتيك فيلد. الكاباستيف من كلمة كاباستور باين اللي هو معتمد على البرماتيفيتي بتاعة المادة اللي هي الإبسلون، وطالما طبعا برماتيفيتي يبقى هو معتمد في تشغيله على الإلكتريك فيلد. طيب ده هو معتمد على إيه كنظرية عمله وكتشغيله؟ نبدأ. بسم الله. أول حاجة الإندكتيف بروكسيميتي سنسور. الإندكتيف بروكسيميتي سنسور بيتكون من 4 دوائر رئيسية. أول دايرة بيكون دايرة الأوسيليتور أو دايرة الأوسيليتنج بتاعتي. دايرة الأوسيليتنج دي عبارة عن الكويل ده متوصل بالغل مع الكاباستور، والدايرة التانية دايرة التريجر، والدايرة التالتة ده دايرة الأوتبوت سويتش دي اللي بتاخد من عليها الخرج، والدايرة الرابعة اللي هي الملفات اللي موجودة في بداية السويتش ده أو في بداية السنسور قصدي عموما. والفولت ريجريتور دي ده لازمته اللي هو بيظبط الجهد على الجهد اللي هياخده البروكسيميتي سنسور بالظبط. يعني انت ممكن تتخيل ان الفولت ريجريتور ده هو عبارة عن اي سي من النوع مثلا 7805، ده الاي سي ده بيطلع فولت 5 فولت بس، يعني ما لو دخلت عليه 10 فولت هيطلع لك 5. فهو الفولتج ريجريتور ده لازمته اللي هو يفضل محافظ لك على الجهد اللي داخل لدايره الاوسيليتنج بتاعتك اللي هي اللي هو يكون ثابت ما يتغيرش او ما يقلش عن الليميت اللي هو يشتغل عليه، يثبت الجهد يعني. طيب الدايره بتاعتي بتشتغل ازاي؟ اول حاجه الملفات اللي موجوده هنا دي بتكون عامله مجال مغناطيسي. مجال المغناطيس ده انا قلت اللي هي اصلا انا بدخل عشان السنسور ده يشتغل، انا بدخل له انبوت تيار. فالمجال بالملفات دي بتولد مجال مغناطيسي بيكون في العادي والنورمال بتاعه اللي هو بيكون الموجه بتاعته شبه الموجه دي. واول ما الحاجه اللي هو هيسنس بيها تقرب من عليه بتبدأ الامبليتيود بتاع الموجة دي بيقل. طيب ايه اللي بيحصل لما الامبليتيود بتاع الموجة دي بيقل؟ دايرة الاوسوليتنج دي بتحس اللي الامبليتيود بتاع الماجنتيك فيلد بيقل معاها، فبتدي بلص لدايرة التريجر، ودايرة التريجر دي لازمتها اللي هي بتعمل بتشغل الاوتبوت سويتش معايا وبتغير حالة، سواء لو كانت على الاول سويتش على الاوت بوت سويتش ده لو الخارج بتاعي مثلا لو سي اللي هو مثلا لو 5 فولت فبتخليه صفر او العكس، يعني هي بتعكس حاله زي
الريلي بالظبط، بس هنا الفرق اللي هو الحاله بتبقى حاله كهربيه مش حاله ميكانيكيه، يعني الريلي هو بيعكس من اون لاوف عن طريق ميكانيكال، لكن ده بيعكس اون واوف عن طريق الكتريكال. دايره التريجر دي ما هي الا دايره ترانزستور، وحتى بيتسمى بيها الانواع بتاعه البروكسيميتي سنسور سواء اندكتيف او كاباسيتيف، بتتسمى عن طريق دايره التريجر دي في على حسب توصيله الترانزستور بتاعها اذا كان او نوع الترانزستور اللي جواها سواء ان بي ان او بي ان بي. المهم اول ما الهدف لما بيوصل او بيقرب للدائرة للملفات قوي بتاعت السنسور وبيكون قدامه الموجة بتاعتي بتبقى بالشكل ده، ففي الايه في الرينج بتاع الحالة دي ده اللي الاندكتيف بتاعي كده هو عمل سنس ليه المادة اللي هو عايز يعمل سنس ليها او الماتيريال اللي عايز يعمل سنس ليها، فبيبدأ يشغل طبعا الاوت بوت سويتش زي ما قلت وبيغير حالته على حسب التوصيلة بتاعت دائرة التريجر بتاعتي، بس هي ان جنرال بيغير حالته من اون لوف او من اوف لون على حسب انا موصله ازاي. ولما الهدف بتاعي او المادة اللي انا بعمل سنس ليها اول ما بتبعد بترجع الموجة زي مكان التاني. طيب انا قلت اللي هو بيعتمد على مبدأ الماجنتيك فيلد، وطالما ماجنتيك فيلد يعني بيرميبيليتي يعني ميو، فعلشان كده الاندكتيف بروكسيميتي سنسور بيسنس المواد المعدنية بس، يعني أنا بستخدمه علشان أعمل سنس لمواد معدنية. الكاباسيتيف بروكسيميتي سنسور نفس التكوين تقريبا، بس الفرق اللي انا قلت اللي هو بيولد او بيشتغل عن طريق الالكتريك فيلد مش الماجنتيك، فعندي برضو الداي الكتريك بليك دي اللي بيكون مسؤولة عن توليد المجال الكهربي، ولما المادة بتقرب منها هي بتبقى يعني الامبليتود بتاعها ثابت ويعني بيكون بصفر مفهوش اي موجة يعتبر. لما المادة اللي انا عايز اسنس او اعمل سنس ليها عن طريق السنسور ده أول ما بتقرب بتبدأ الموجة بتاعتي الأمبليتيود بتاعها بيزيد، وأول ما بيوصل الهدف ليه أو المادة أنا عايز أعمل سنس ليها قدام السنسور بالظبط بيكون الأمبليتيود بتاعها ماكسيمم، فطبعا بتدي ساعتها يعني بتدي أمر ليه أو بالص ليه الأوسيليتور، والأوسيليتور بيدي بلس ليه دايرة التريجر اللي هي برضه هنا عبارة عن ترانزستور، وبيدي بلس ليه الأوتبوت بتاعي اللي هو يغير حالته سواء من لو حالة أون هيبقى أوف أو العكس على حسب برضه أنا موصله إزاي. لما بتيجي تشتري البروكسيميتي سنسور سواء اندكتيف أو كاباستيف بيعتمد في اللي أنت تشتريه على سواء بي ان بي او ان بي ان، ده بتفرق معاك في التوصيله بتاعه الخارج بتاعك اصلا هتوصله ازاي، بس ده شغل يعني ده كبره توصيل، لكن هي من جوه سواء ان بي ان بي او ان بي ان ده معتمد على نوع الترانزستور اللي انت بتتحكم فيه في الحاله دي. طبعا في حاجه بس نسيت اقولها، اللي الكاباسيتيف بروكسيميتي سنسور ده بتقدر تعمل بيه سنس لاي حاجه، يعني الاندكتيف انا قلت لازم يكون معدن، لكن الكاباسيتيف بروكسيميتي سنسور ممكن تحس بيه اي ماده سواء بقى الماده دي موصله او غير موصله، او ممكن يكون الماده دي فلويدز زي مثلا ميه ممكن تعمل بيها سنس ليه. طبعا انت بتعرف هتقدر تعمل سنس ولا لا للكلام ده كله عن طريق اللي انت مثلا سي اللي انت عايز تستخدم في البروجكت بتاعك اندكتيف بروكسيميتي سنسور او كاباسيتيف بروكسيميتي سنسور، ما عليك اللي انت بتجيب المانيوال وبتبدا تشوف القيم بتاع كل حاجه او ويكون يعني بيكون في ورقه شارت وتيبل بيكون فيه كل البيانات عن المواد اللي هو هيقدر يسنس ليها وهيقدر يحسها على بعد قد ايه وكل البروبرتيز الخاصه بيه، يعني انت وانس بس اللي انت تختار السنسور تجيب المانيوال بتاعه عشان تقدر تكمل باقي البروجكت بتاعك.
نرجع لموضوع البي ان بي والان بي ان. اللي هيفرق معاك في النقع كنوع اندكتيف او كاباسيتيف بروكسيميتي سنسور بي ان بي او ان بي ان هي حاله التوصيله بتاعتك. انا زي ما قلت قبل كده اللي هو بيكون ليه 3 اطراف، طرفين للتغذيه وطرف بتاخد من عليه الاوت. لو النوع بتاعك بي ان بي ان بي، الطرف بتاعك ده بتوصل بتاخد الطرف اللي هو اللي في النص وبتوصل اللود بالجراوند. يعني بطريقة تانية، لو بي ان بي انت بيكون طالع لك على طرف الترانزستور، الخارج بتاعك بوستيف، فما عليك اللي انت عايز فرق جهد. عشان تعمل فرق جهد يا اما بتوصل جهد من نيجاتيف يا اما بتوصل زيرو، يعني على حسب الجهد اللي انت عايزه قد ايه. بس ان جنرال انت عشان تعمل فرق جهد انت هتوصله مثلا من الجهد بتاعك عند النقطة دي للنقطة زيرو. طبعا الجهد اللي بيكون طالع على الترانزستور او الحساس بتاعك بيكون معروف وبتعرفه او بتعرف قيمته من المانوال. بس مثلا انت طالع عندك 5 فولت، فانت اللود بتاعك بتوصل طرف البوستيف بتاعه بالنقطة اللي هو بتاعت او الطرف اللي في النص ده، والنيجاتيف بتاعه بتوصله ساعتها بزيرو. ده كتوصيلة بي ان بي، لان انت طالع ان هي من الاسم كده اللي انت الطرف الاخير بتاعك بوزيتيف، فانت محتاج عشان تشغل اللود بتاعك طرف ايه نيجاتيف. النوع الثاني ال ان بي ان، ده بيكون مختلف في التوصيل بتاعك. انت هنا بيكون طالع على الخارج بتاعك او بتاخد الخارج بتاعك من نقطه نيجاتيف، بيكون طالع عندك سالب، فما عليك عشان تشغل اللود بتاعك اللي انت تعمل فرق جهد. فرق الجهد ده هتجيبه عن طريق انت توصله بنقطه موجب. يعني لو طلع انت من عندك كان على النقطه دي صفر، انت عشان تشغل اللود ده لازم تحط على النقطه دي ايه جهد موجب علشان تقدر تشغله. ده الفرق في التوصيل بين البي ان بي والان بي ان. وطبعا سواء بي ان بي او ان بي ان هي بتفرق معاك جدا لما بتيجي تشتري السنسور بتاعك، علشان طبعا زي ما قلت في التوصيل، لان انت لو انت مش عارف هو بي ان بي او ان بي ان، فانت طبعا ممكن تكون انت مثلا جايبه ك ان بي ان ويطلع بي ان بي، فلما تيجي توصل بدل ما توصل الطرف على الموجب على السالب مثلا في ال ان في ال في ال بي ان بي، لا انت هتوصله على الطرف الموجب، فطبعا فرق الجهد عندك هنا هيكون بصفر. فطبعا هو سواء عمل سنس الحاجة او ما عملش سنس الحاجة، مفيش حاجة اللود اللي انت موصله عليه مستحيل يشتغل، علشان كده بتفرق معاك. طبعا انت ممكن تحول من بي ان بي ل ان بي ان، الدنيا ما سابتش حاجة. تحول ازاي؟ تعالى نفرض معانا اللي انت عندك السنسور بتاعك بي ان بي. على فكرة عملية التحويل دي يعني هي مش متألفة، هي فعلا بتحصل في لما بتيجي مثلا عايز تشغل مصنع وانت ظابط الاوت بوت بتاع البي ال سي بتاعك ان هو هيشتغل بي ان بي. يعني لان البي ال سي انا قلت في نوعين، في نوع الاوت بوت ترانزستور وفي نوع الاوت بوت ريلي. فانت تتخيل بقى اللي هو النوع الاوت بوت ترانزستور ده التوصيلة بتاعته المفروض تشغل عليه السنسور اللي هيشتغل عليها يكون من كل من نوع البي ان بي، وجالك مثلا في وسط السنسور ده نوع ان بي ان، طب هتعمل ايه ساعتها؟ اكيد مش هتغير البي ال سي، ولو هتغير السنسور ممكن يكون السنسور ده اصلا جاي من بره، فصعب ان انت تبعت تجيبه تاني. فطبعا يعني كراجل مهندس لازم تفكر في الموضوع ده وتحله. الحل بتاع الموضوع ده اللي انت عم تهديد او هتعمل العملية دي عن طريق ريلي. ازاي؟ انت مثلا ده بي ان بي وانت عايز تخلي الخارج بتاعه ان بي ان، ان بي ان انت عايز الخارج بتاعه سالب، فما عليك اللي انت هتجيب ريلي. الريلي ده هتوصله دايركت على السنسور بتاعك، النقطة البي بتاعته هتكون على البوست بتاع الريلي، والنقطة التانية هتكون نيجاتيف على النقطة الزيرو يعني عادي. طبعا ده دي الملفات اللي واصلة للكويل، هتكون عندك في ملفات تانية اخواتها هما اللي واصلين بالسورس بتاعك اللي انت عايز توصله. السورس ده بقى ده اللي انت هتقدر تعكس من عليه.
سواء بقى عايز تخليه البوستيف سواء عايز تخليه نيجاتيف، هتبدأ توصل على الأطراف التانية الخارج بتاعك. فأنت كده قدرت تتحول من بي ان بي ل ان بي ان أو العكس عن طريق اللي أنت توصل الريلي معاه. ودي كانت مشكلة، والسؤال ده يعني اتسأل السنة دي في شركة سيمنز من ضمن أسئلة الانترفيو بتاعتها. يعني مهندس صاحبي كان في الانترفيو ده، وهو اداني الأسئلة يعني اللي اتسألت السنة دي في الانترفيو ده، ده كان من ضمن الأسئلة بتاعته. يعني أنت ممكن تكون حاجة سهلة أو شايف اللي هي ملهاش لازمة، بس ممكن السؤال ده يتسأل لك في الانترفيو، يعني حتى لو ما قابلتوش في الحقيقة هو عايز بيختبر قدرتك التكنيكال على حل على حل المشاكل أكتر من تدريباتك والكورسات اللي أنت واخدها والكلام ده كله. كأبليكيشن بقى على الترانزستور، على السنسور الكاباستيف أو الاندكتيف، طبعا هو بيستخدم في حاجات كتير. ممكن تعمل بيه فحص لمثلا طول معين بتاع علبة أو حاجة. الفحص ده أنا أوريدي شفته في مصنع، كان كنت في يعني كنت تدريب، وكان المصنع ده فيه خط إنتاج بتاع طلقات، كان مصنع حربي. فكان بعد ما بينتج الطلقة كلها كان بيتعدى على مكنة خط إنتاج. خط الإنتاج ده كان بيقيس كل عنصر فيه أو كل قطر في الدقيقة، يعني في الطلقة بتاعتي طبعا ما بيكونش الشكل بتاعها ثابت، فكان بيقيس كل منطقة معينة جواها عن طريق السنسور دي. السنسور دي طبعا لو عملت السنس بتاعها بحيث اللي هو عدى حاجة معينة أو قل عن نقطة معينة، كانت بتدي بولس ليه حاجة اسمها سيرونيت فالف. السيرونيت فالف ده كان بيحرك جواه مكبس، المكبس ده هو اللي كان بيطرد الطلقة من على السير بتاعي. فده مثلا كعملية إيه؟ كعملية فحص. الحاجة التانية طبعا ممكن يكون كخط إنتاج أصلا بيعد، يعني بيعد معدات. مثلا ده لك مثلا هتتخيل اللي هو خط إنتاج مثلا بتاع شركة بيبسي، عايز يخلي فيه العلبة بتاعك بيعدي عليها كان، وكان دي بتتحط في كراتين تبقى 24 كان في الكرتونة الواحدة. فممكن السنسور ده لما يشتغل، لما الكنز بتاعتي تتعدي، يشغل ايه عداد في البي ال سي جوه، بحيث ان العداد ده اول ما يعد 24 العلبه اللي موجوده دي السير بتاعها يتحرك. يعني مثلا ممكن تخلي العلبه اللي هيتعدي فيها الكنز دي موجوده على سير تاني، والسير ده واقف لغايه العلب ما تتملي، فاول ما يعد 24 يبدا يحرك السير التاني بحيث ان هو يجيب العلبه اللي عليها الضوء. طبعا هنا هو مستخدمه كسنس بين حساسين، بين نقطتين قصدي، فمستخدم تو سنسور. كاستخدامه في النقطه دي هو عايز بيستخدم كليفل سويتش، يعني هو قدر يستخدم، يعني في هو في حساس اسمه ليفل سويتش، بس الليفل سويتش ده يعني بيقيس ميه، هو قدر هنا يعمل نفس فكره الليفل سويتش بس عن طريق تو سنسور، بس كان هنا اللي بيقيس عدد القوه. طبعا هنا كان بيقيس القطر بتاع الترس بتاعي، وده ممكن بيكون في بعض المكن اللي هو علشان تعشق ترس في التاني ويكون حاجة ميكانيكا من جواه لازم يكونوا تحت بعض بالظبط. فأنت ممكن تقيس العملية دي عن طريق السنسور برضه. يعني هو علم الكنترول كبير والابليكيشن بتاعته أكتر، ممكن وأنت قاعد تألف ابليكيشن. يعني الابليكيشن اصلا بتاعت استخدام السنسور كتير جدا على حسب انت عايز تستخدمها في ايه. وبكده اكون خلصت شرح الاندكتيف بروكسيميتي سنسور والكاباستيف بروكسيميتي سنسور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.